بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القيوم. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم مقترناً باسم الحي، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وهذا الاسم أيضاً ورد في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً، ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. الحقيقة آية الكرسي لها شأن كبير في القرآن الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآن بالمعنى اللغوي، من هو القيم؟ القيم هو السيد، القيم هو المدير، القيم هو المدبر، قيم المكتبة أمينها وسيدها ومن بيده أمرها. القيوم، شوف، قيم، قيم المكتبة، القيوم مبالغة من القائم بالأمر. في إنسان مدير مستشفى، مدير معمل، مدير مؤسسة، مدير جامعة، قد يكون محبة عمله تغلغلت في أعماقه، فهيأ في مكتبه سرير ليعمل على مدار اليوم والليلة، يتابع كل قضية، يسأل عن كل جزئية، يعالج أي مشكلة، يتابع أي موظف، يدير شؤون هذه المؤسسة برعاية وعلم وحكمة واختصاص ورحمة. يعني يقال أحياناً: محبة هذا العمل سارية في دمه. هذا لا يقال له قائم على هذه المستشفى، يقال له قيوم. أيام إنسان يتفانى في خدمة من حوله، يتابع كل قضية، بيقيم كل أمر، بحاسب كل إنسان، بيعطي حوافز، بيعطي مكافآت، بيعطي عقوبات، بيبدل، بيغير، لأنه هدفه أن تكون هذه المؤسسة هكذا صاعدة في نمو. هذا لا يسمى قيم المؤسسة، قيم المستشفى، قيم الجامعة، نسميه بصيغة المبالغة قيوم. أيها الإخوة، دين القيمة
وذلك دين القيمة، أي دين الفطرة. يتطابق هذا الدين مع الفطرة تطابقاً تاماً. أي شيء أمرك الله به أنت مجبول عليه، مفطور عليه، مولف عليه، مبرمج عليه. لذلك لمجرد أن تطيع الله عز وجل تشعر براحة، لأنك وجدت فطرتك، لأنك انسجمت مع فطرتك، لأنك قبضت ثمن طاعتك في الدنيا قبل الآخرة. يعني صور مركبة مصممة بطريق معبد، سرت بها على طريق وعر، أحجار وحفار وأكمات، أصوات، تعسر، شيء ينكسر، شيء. فلما انتقلت بها إلى الطريق المعبد سارت بسلاسة ونعومة وبلا صوت وبسرعة. نقول هذه السيارة المصممة على الطريق المعبد حينما سرت بها على الطريق المعبد ارتاحت وانسجمت، أعطتك كل إمكاناتها، أنت ارتحت معها وأرحتك هي. فلذلك الإنسان سلامته وسعادته بطاعة ربه، لأنه مبرمج كذلك. لذلك قالوا دين الإسلام دين الفطرة. الدليل: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الآن القيوم في اللغة من صيغ المبالغة. المبالغة قد تكون المبالغة مبالغة كم أو نوع. من فعل قام يقوم قوماً وقياماً، قام يقوم قوماً وقياماً، ويأتي الفعل على معنيين: الأول القيام بالذات والبقاء على الوصف. نحن جميعاً قيامنا بالله، الله عز وجل يمدنا بالحياة. الكبد يقوم بخمسة آلاف وظيفة، فإذا قطع الله عنه الإمداد أصبح مجرد نسيج لحمي يباع في الأسواق، كبد الأنعام سودة بيقول لك. كان جهاز بالغ التعقيد، العين لا شيء يعدلها، فإذا مات الإنسان لا شيء. يعني ببعض المسالخ عين البقر تلقى في المهملات، العين لا قيمة لها من دون إمداد. فعينك تحتاج إلى إمداد، أذنك تحتاج إلى إمداد، لسانك يحتاج إلى إمداد، قلبك يحتاج إلى إمداد، رئتاك تحتاجان إلى إمداد. فإذا قطع الله الإمداد عن هذه الأعضاء فقد الإنسان حواسه كلها، فقد عقله، فقد حركته، فقد وجوده. فالله عز وجل قيوم السماوات والأرض، موجود بذاته. مرة ثانية، المعنى الأول القيام بالذات، لكن مع مرور الزمن الإنسان يضعف بصره، يحتاج إلى نظارة، يضعف سمعه أحياناً، يحتاج إلى تقوية سمع، أحياناً ينحني ظهره. فالقيوم يعني القيام الذاتي من دون إمداد خارجي، القيام الذاتي والبقاء على الصفات. تبدل صفات ما في. مرة أستاذ توفي رحمه الله قال لي: يا ابني أنا قبل 50 سنة كنت أنشط من الآن. شيء طبيعي طبعاً، كل سن له ترتيب. قال لي: قبل 50 سنة أكثر نشاطاً من الآن طبعاً. فالله عز وجل قيوم، يعني قيامه ذاتي وصفاته ثابتة وباقية لا تتبدل،
ما بتتأثر، ما في ضعف بصر، ما في خرف. أيام بيخرف الإنسان، بيعيد القصة 100 مرة، أيام بينسى كثير، أحياناً بيضعف سمعه، أحياناً تبطئ حركته، فهذا فعل الزمن. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: الليل والنهار يعملان فيك. ما في واحد منا ما عنده صورة قبل 20 سنة أو قبل 30، قبل 50 أحياناً تلاقي شاب جلد مشدود، وسامة، رشاقة. هلا بتلاقي الله يساعد، كل واحد له ترتيب معين. فالقيوم القيام بالذات والبقاء على الصفات. المعنى الثاني إقامة الغير والإبقاء عليه، لأن كل مخلوق ما سوى الله مفتقر إلى الله في وجوده وفي استمراره، في وجوده وفي استمراره. فالقيوم بذاته الباقي على صفاته، هذا من أسماء الذات. أما المقيم لغيره والمثبت لصفاتهم، هذا من أسماء الأفعال. نحن كما تعلمون هناك اسم ذات، هناك اسم صفات، هناك اسم أفعال، هناك اسم تنزيه. وعلى هذين المعنيين، القائم بذاته المقيم لغيره، تدور كل عبارات القيوم. كملخص، القيوم القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره، والباقي أزلاً وأبداً. القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره، الباقي أزلاً وأبداً. والقيوم هو القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله، فهو القائم بأمور خلقه في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم وتربيتهم ومعالجتهم والاستجابة لهم ودفعهم إلى ما فيه خيرهم وتأديبهم. هو العليم بمستقرهم ومستودعهم. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني ممكن بعض الحيوانات تعيش في رؤوس الجبال، الوعول. قد هذه الحيوانات تجد ينابيع ماء في رؤوس الجبال. لو سألت أي إنسان على إلمام بالفيزياء يقول لك: لا بد لهذه الينابيع التي في رؤوس الجبال من مستودعات لها في جبال أعلى منها، في تمديد دقيق. مستحيل. نبع ينبع في رأس الجبل معنى مستودع في جبل آخر أعلى من هذا الجبل، هذا على مبدأ الأواني المستطرقة. أحياناً ببلد إسلامي كبير جداً، بل هو أكبر بلد إسلامي، في أرقام مختلفة، بس أقل رقم سمعته 13,000 جزيرة، وسمعت 70,000 جزيرة. لكل جزيرة نبع ماء، والتمديد تحت سطح البحر. أبداً. هلا أرواد عندنا في بلدنا فيها نبع ماء، أمطار هذه الجزيرة الصغيرة القزمة لا تكفي لهذا النبع، لا بد من مستودع لهذا النبع في الساحل، في جبال في الساحل، والتمديد تحت البحر. هذا معنى قيوم السماوات والأرض. أيها الإخوة، القيوم هو الذي يقوم به كل موجود، ولا يتصور وجود مخلوق كائناً من كان إلا بالله عز وجل، ولا يتصور استمرار حياة مخلوق كائناً من كان إلا بالله عز وجل. فإذا قرأت آية الكرسي
قبل أن تنام وقبل أن تسافر وقبل أن تقوم بعمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مصدر حياتنا وقيامنا. مرة ثانية، أحياناً في الإعادة إفادة، القيوم سبحانه وتعالى القائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه والباقي بكماله ووصفه على الدوام دون تغيير أو تأثر أو تأثير. فقد يكون الحي سميعاً، أنا سميع، لكن هذا السمع يتأثر مع مضي الزمن. لك والله ما عم بسمع، أعد، فيفتقر إلى وسيلة هي مقوية سمع أحياناً، يضع سماعة أو آلة. فهذا الذي يتبدل سمعه مع مضي الزمن ليس قيوماً، يسمع لكن هذا السمع أصابه الضعف. وكذلك البصر، الإنسان يحتاج إلى نظارة. يعني هو كان من الممكن أن تبقى شاباً إلى ساعة الموت، القلب والأوعية لا في تصلب شرايين، ولا في اضطراب بنظم القلب، ولا في ضعف في القلب، ولا في ضعف بصر، ولا ضعف سمع، ولا ضعف حركة. كان من الممكن، لأن الله على كل شيء قدير، ولأن ما سوى الله ممكن، ومعنى ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن، لكن لحكمة بالغة 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 جعل الله تبدلاً يجري على هذا الإنسان بعد سن معينة. بعد 50 يقول لك والله معي آلام بالظهر، معي التهاب المفاصل، قال طلع معي شحوم ثلاثية زيادة، في تبدل مستمر. هذا التبدل في الصحة، ضعف بصر، ضعف سمع، آلام في الظهر، آلام في المفاصل، يقول لك السكر مرتفع عندي، هذا شأن الإنسان ضعيف. أنا أرى أن هذه التبدلات التي تطرأ على صحة الإنسان بعد سن معين هي رحمة من الله كبيرة، هي دروس لطيفة، هي رسالة من الله أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟ أنت لاحظ الإنسان بعد 50 يحكي بالمشي، يحكي بالسلطة، يحكي بأكل خفيف، يحكي بمواد بروتينية عالية، يحكي بضبط الغذاء، يحكي بالرياضة، بعدين يصير معه مجموعة أدوية، وإما مشي معه أدويته، هي قبل الأكل، هي بعد الأكل، بعدين تجي النعوة، في غير هيك؟ حديث عن الرياضة والصحة والأكل الخفيف والسلطات والخضار والفواكه، بعدين مجموعة أدوية، بعدين تطلع النعوة. هذا الطريق الذي نمر به جميعاً بشكل إجباري. أيها الإخوة، لذلك الإنسان هذه الأعراض السلبية في صحته هي في حقيقتها رسائل لطيفة من الله، أن يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد له؟ شيء آخر، الله عز وجل أعطاك القيام، هو الذي أقامك، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. وأنا أحياناً حينما أرى إنسان له عمل صالح أهنئه بكلمة أؤثر أن أذكرها دائماً، أقول له إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. يعني أنت لك دعوة إلى الله، نعمة كبيرة، لك عمل شريف، لك تجارة مشروعة، لك زوجة وأولاد، ما عرفت الحرام في حياتك، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. أيها الإخوة، الآن إنسان قائم بالله وصفاته لا تزال كما هي، لكن
تأخذه سنة أو نوم بيتعب. فإذا تعب أيام تذهب إلى حلب تلاقي مركبة كبيرة جداً ثمنها ملايين مملينة تدهورت لأن السائق أصابه النوم. نعم. والطرقات المستقيمة والجيدة جداً لها سلبية واحدة، أن الإنسان إذا سار فيها صار في صوت رتيب، الصوت الرتيب يدعو إلى النوم، فأكبر خطر ينتظر السائقين في الطرقات العالية المستوى أن ينام. وفي إنسان الله ألهمه شيء من الحكمة يكتشف الإيجابيات في كل السلبيات. الطرق الوعرة لها إيجابية واحدة لا تنام فيها، فانتبه كل شيء سلبي في إيجابي. فالطرق الممهدة جيداً لها سلبية النوم، أما المخلوق لأن قيامه ليس ذاتياً تأخذه سنة أو نوم. أما الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شيء آخر، إذا رأيت إنساناً أمامك عم يحدثك قائم بالله، يتحرك حركته بالله، يرى رؤيته بالله، يسمع سمعه بالله، فكل صفات هذا الإنسان من الله عز وجل. أكبر خطأ يرتكبه الإنسان أن يقول أنا. أنت قائم بالله، أنت في قبضة الله، أنت في ثانية واحدة تصبح خبراً بعد أن كنت رجلاً. من هنا كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي. أعرف أناساً كثيرين نام فلم يستيقظ، مست يد زوجته جسمه فإذا هو بارد، فقامت وقد صعقت ميت. في حالات كثيرة ينام لا يستيقظ. إذاً النقطة الدقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني. استيقظت، ترى، تسمع، تتحرك، توضأت، هي نعمة كبيرة جداً. سمح لك أن تعيش يوماً جديداً، سمح لك أن تعيش يوماً جديداً وأمدك بالصحة، وأذن لي بذكره. يعني لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. في إنسان تعمل في الفن وثابت، عملت محاضرة ببلدة غربية، استمعت أنا المحاضرة، تقول بعد أن تبت إلى الله صرت أستيقظ على صلاة الفجر بعد أن كنت آتي إلى بيتي بعد الفجر. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. هي صلاة الفجر ضمان من الله أن يسلمك وأن يحفظك طوال النهار. المؤمن يرى أن قيامه بالله دائماً، ذكاؤه، عقله، حكمته، سمعه، بصره، دسامات قلبه، شريانه التاجي، نمو الخلايا المنضبط، لو كان نمو عشوائي ورم خبيث، الدم سيولته مناسبة جداً ما صار جلطة. فما دام الإنسان معافى سليم في عناية إلهية فائقة جداً، فالإنسان أحياناً تأتيه المصيبة فجأة، خسرة بالدماغ، ما في شيء، فجأة فقد حركته، فقد نطقه. من هنا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى. العلماء قالوا لا يتصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا به، إلا بالله.
لا يتصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا بالله عز وجل. لذلك أحمق إنسان، أغبى إنسان هو الذي يقول أنا، من أنت؟ قالها إبليس، أنا خير منه فأهلكه الله. ولي، قالها فرعون، أليس لي ملك مصر؟ أغرقه الله. وعندي، قالها قارون، إنما أوتيته على علم عندي فأهلكه الله عز وجل. ونحن قوم بلقيس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أهلكهم الله عز وجل. لا تقل أنا، أو لا تقل أنا تواضعاً، أنت كذلك، أنت لا شيء، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك. لذلك كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ أيها الإخوة، كأن كلمة القيوم حاسمة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحياة به ودوامها به وانتهاؤها به، والقيام به والدوام به والانتهاء به. لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تأخذه سنة ولا نوم، له، لام الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، ملك الله لهذا الكون خلقاً وتصرفاً ومصيراً. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من يستطيع أن يجمع شيئين إلا بإذن الله؟ يعني الدواء تشربه، من سمح له أن يشفيك من مرضك؟ الله عز وجل. فلان وصل إليك، نال منك، من سمح له؟ الله عز وجل. فلان أكرمك، من ألهمه؟ الله عز وجل. هذا التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو الممد، كل حياتك قائمة به. نعم. من ذا الذي يشفع عنده، يعني في ملكه، إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.